وحول الأوضاع في السودان، شدد الرئيس السيسي على التوافق المصري الجزائري حول عدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار هناك. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالتوصل إلى حل ليبي ليبي. فيما يخص الأوضاع في السودان، نحن طبعا متوافقين على أهمية إيقاف إطلاق النار والوصول إلى حكومة في السودان تؤدي إلى انتخابات وتبقى الأمور مستقرة، وإحنا لا نتدخل. أنا بتكلم وده في توافق بين مصر وبين يعني الشقيقة الجزائر مع فخامة الرئيس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة تهدئة الأمور ما أمكن. نفس الموقف في ليبيا، بنقول إن يعني إن حكومة ليبية تبقى مسؤولة عن إجراء انتخابات وتجيب قيادة شرعية تبقى هي مسؤولة عن الدولة الليبية، هيكون محل دعمنا واستعدادنا للتعاون من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وده أمر ثابت من ثوابتنا، إن إحنا بنتكلم على وحدة الأرض الليبية، بنتكلم على إن الحل ليبي ليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبية.